تقول بقى في ناس بتقول طب احنا كده بنأثر على اخواننا وجيراننا اللي بيشتغلوا في هذه الشركات في مصر مش بالضرورة بالحجم القوي، يعني لن تقوم هذه الشركات بتسريح العمالة، ده لن يحدث، ولكن قد تؤثر على ما يسمى سلسلة الإمداد، بمعنى ان لو شركة من الشركات دي بتقدم أغذية وحجم الطلب قل عليها، فهي بالتالي الموردين من الخضار والفاكهة اللي هي بتاخدهم هيقل، ولكن تاني الأثر في الأجل القصير ما هواش مؤثر بدرجة كبيرة تؤثر على كيانات هذه الشركات، ولكنها بترسل إليها رسالة سياسية إن هذا سوق رافض لدعمكم لهذا الكيان. يبقى خلينا أقول إن أنا فهمت من حضرتك إنه مش عايز أقول هوجة، لكن حماس اللي واخد الناس مع فكرة المقاطعة ده مش هيجيب نتيجة سلبية على الشركات ولا على إسرائيل، ولا هيجيب نتيجة سلبية ولا هيجيب نتيجة إيجابية، يعني مش هيحدث إن الضغط ده هو هيخلوهم يبطلوا يقولوا خلاص مش هندعم إسرائيل، ولا هيؤثر على كيانهم الاقتصادي والمالي بأي شكل من الأشكال. طيب ده يبقى العقل يقول إيه؟ العقل يقول إنه إحنا عملنا المقاطعة أو نعمل المقاطعة الرمزية، ولا طالما حضرتك شايف إنه فكرة المقاطعة لو استمرت مش هتأثر على العمالة ولا على بيوت تتخرب زي ما بيتقال على السوشيال ميديا، وما فيش حاجة هتتأثر، ولا حد هيقفل ولا حد هيسرح عمال؟ ما فيش حد هيقفل ولا حد هيسرح عمال، ولكن المقاطعة قد تكون تاني تعبير عن الرأي مسموح به وتنفيذ عن الغضب اللي مليان طبعاً. وبالتالي نسيب الناس تقول اللي هي عايزاه. الإجراء الوحيد الذي قد يؤثر سلبا علينا إنما تقوم الحكومات وليس الأفراد وليس المجتمع باتخاذ قرار، ده يبقى بيخالف مجموعة من القواعد الدولية والاتفاقيات الدولية، وبالتالي الضغط الشعبي اللي موجود في المنطقة العربية كلها وفي مناطق أخرى هو شيء إيجابي ورمز سياسي ورمز تعبيري عن غضب الشعوب، ولكن تأثيره الاقتصادي نقدر نقول إنه هو ضعيف جدا. وأنا عايز أقول برضو للسادة المشاهدين إن كثير من الـ 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 البراندات أو العلامات المصرية هي بتستورد جزء من هذه الدول الداعمة، يعني لو أنا بتكلم على ملبس مصري أو منتج غذائي مصري هو ممكن يكون بيستورد حاجات التغليف من أمريكا من أوروبا، وده شيء طبيعي، فنحن ما قطعناش الناس دول ومش هنقدر نقطعهم، وبالتالي هو المسمى دي شركة دولية أو شركة تابعة دولة بتدعم هذا الكيان تاني هو تعبير سياسي ورمزي عن الرفض، ولكن ليس له أثر اقتصادي واضح وملموس على الشركات أو على الدولة. شكرك للتوضيح دكتور أحمد غنيم، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نطلع